احتفل في قصر بيان صباح اليوم بتسلم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أوراق اعتماد السفير ألفارو رودريغيت سفيرا لمملكة إسبانيا. والسفير داتو محمد علي سلامات سفيرا لماليزيا. والسفير اشتفان جيولا شوش سفيرا لهنغاريا. والسفير بندر محمد عبد الله العطية سفيرا لدولة قطر وذلك كسفراء لبلادهم لدى دولة الكويت. حضر مراسم الاحتفال وزير شؤون الديوان الأميرية الشيخ علي جراح الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح ووكيل الديوان الأميري مدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد والمستشار في الديوان الأميري محمد عبد الله أبو الحسن ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبد الله الصباح الناصر الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري عجران العجران ورئيس هيئة الحرس الأميري اللواء ركن فهد عبد الرحمن الزيد.